بتحالفات صينية قطرية إيطالية فرنسية، ثورة الطاقة الخضراء في الجزائر تشتعل. لقد أبرم عمالقة الطاقة في العالم مؤخرا اتفاقيات شراكة مع الحكومة الجزائرية لاستكشاف طاقة المستقبل النظيفة في أرض الجزائر باستثمارات هائلة. فهل ينجح هذا التحالف الطاقوي الدولي في اكتشاف المخزون الضخم من طاقة المستقبل الخضراء بأرض الجزائر، والتي يعول عليها باعتبارها البديل الأمثل للنفط والمحروقات التقليدية، وأمل العالم في طاقة مستدامة صديقة للبيئة؟ مرحبا بكم. على هامش مؤتمر إفريقيا والبحر المتوسط للطاقة والهيدروجين ناباك الذي انعقد مؤخرا في مدينة وهران، كشف السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجزائر أن بلادي تشهد طفرة غير مسبوقة في التوجه نحو إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر، حيث الوفرة الهائلة من مصادر هذه الطاقة النظيفة في صحراء الجزائر، وبخاصة الطاقة الشمسية والتي لا مثيل لها بأي مكان آخر في العالم. ولأهمية هذه الاستكشافات وجدوى إنتاجيتها، فإن كثير من أقطاب الطاقة أبدوا رغبتهم في ضخ استثمارات، بل بالأحرى ضخوا بالفعل هذه الاستثمارات لاستغلال الطاقة المستدامة من أرض الجزائر الغنية بالثروات الطبيعية. وبحجم استثمارات تجاوزت المليار دولار، أعلنت الحكومة الجزائرية أوائل أكتوبر 2025 عن توقيع اتفاقيات شراكة لاستخراج واستغلال طاقات المستقبل النظيفة من أرض الجزائر مع أهم عمالقة إنتاج الطاقة في العالم، ومن بينهم توتال إنرجيز، وهو تحالف شركات فرنسية عابرة للقارات، وسينوبيك عملاق الطاقة الصيني، وإيني عملاق الطاقة في إيطاليا، والعملاق العربي قطر للطاقة. وبحسب السيد رشيد حشيشي المدير العام لسونتراك، فإن التوجه نحو تعظيم إنتاجية الطاقة المتجددة التي تذخر بها أرض الجزائر يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية المستهدفة تسريع الولوج إلى طاقة الغد وتحقيق الانتقال الطاقوي المنشود، والذي يستند على 4 ركائز أساسية، هي توسيع دائرة الشراكات وضخ المزيد من الاستثمارات وتشجيع الابتكار والاعتماد على التقنيات المتقدمة. وأضاف حشيشي إن التكنولوجيات الحديثة وعلى رأسها الرقمنة والذكاء الاصطناعي أصبحت محركاً أساسياً لتوفير طاقة نظيفة وآمنة ومستدامة، مشيراً إلى أهمية تقنيات التقاط وتخزين الكربون وتقليص انبعاثات الميثان في تقليل البصمة الكربونية دون المساس باستمرارية الموارد التقليدية. وتشجيعا لاستقطاب المزيد من الشراكات التقوية العالمية، قال السيد عرقاب إن الجزائر تتطلع لكي تكون قطب عالمي في الطاقات المتجددة التي تسعى إليها دول العالم كبديل للطاقات الأحفورية الملوثة للبيئة، كونها مزود موثوق للطاقة يساهم بقوة في تحقيق التنمية الشاملة. وأشار الوزير إلى أن الجزائر هي أرض الفرص الحقيقية ومستعدة لبناء مستقبل أفضل بفضل ثرواتها الهائلة والآفاق الواعدة التي فتحتها أمام شراكات دولية جديدة في قطاع يعد قاطرة النمو الاقتصادي الوطني. يأتي ذلك في إطار سياسة حكيمة تنتهجها الحكومة الجزائرية بتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون، والتي مكنت من وضع خارطة طريق واضحة لتحديث قطاع الطاقة في الجزائر وتوسيع قدراته الإنتاجية والتخزينية.
وإذا كان لنا كلمة نختتم بها فإننا نؤكد على أن توجه الجزائر نحو تعظيم الاستثمار في الطاقات البديلة التي تسخر بها أراضيها سوف يحقق عائدات اقتصادية ضخمة تدعم الخزينة الجزائرية وتدفع اقتصاد الجزائر الأخضر نحو غد أفضل. شاركنا برأيك، نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.